السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكل من يشاهد هذا الفيديو. فيديو نهار اليوم رح يكون موجه لتلاميذ السنة الثانية متوسط، وأيضا أكيد رح يهم الثالثة والرابعة متوسط. الفيديو حول asking about the quantity using how many and how much. كيف أسأل عن كمية الأشياء باستعمال how many and how much؟ أغلب التلاميذ لا يستطيعون التفريق بين how many and how much. How many and how much عندهم نفس الاستعمال، نستعملوهم للسؤال عن كمية الأشياء. يعني how many معناها كم، و how much معناها أيضا كم، ولكن أحيانا نستعمل how many وأحيانا نستعمل how much. الهدف من هذا الفيديو هو جعل التلاميذ يفرقون متى يستعملون how many ومتى يستعملون how much للسؤال عن كمية الأشياء. أول حاجة رح نبدأ ب how many. قلنا how many معناها كم، يعني دائما تكون في السؤال، مثل how much. how much أيضا معناها كم ودائما تكون في السؤال. المثال الأول: how many apples are there in the basket؟ كم تفاحة موجودة في السلة؟ How many oranges are there in the basket؟ كم حبة برتقال موجودة في السلة؟ How many eggs are there in the fridge؟ كم حبة بيض موجودة في الثلاجة؟ كما نلاحظ جميع الأشياء التي سألنا عليها هي جمع تنتهي ب s: apples, oranges, eggs. أيضا جميع الكلمات بعدها are نستعملها مع الجمع. ما هي الصفة التي تجمع هذه الكلمات؟ هذه الكلمات قابلة للعد، يعني نستطيع عدها. مثلا apples التفاح نستطيع عده، oranges البرتقال أيضا نستطيع عده، eggs أيضا قابل للعد، يعني أستطيع أن أحسب عدد البيض 1 2 3. إذن هذه الكلمات countable nouns، أسماء أو أشياء قابلة للعد معدودة. عندما يكون الشيء الذي نسأل عن كميته معدود أو قابل للعد، مثل التفاح، البرتقال، البيض، هنا نستعمل how many في السؤال. how many نتبعها بالكلمة التي نسأل عن كميتها، أكيد تكون تنتهي بالاس جمع، ثم نضع r ونكمل الجملة. نعطيكم أمثلة عن الأشياء المعدودة. أغلب الفواكه والخضر معدودة، مثلا bananas الموز، oranges البرتقال، tangerines اللي هو اليوسفي أو المندرين، onions البصل، eggs البيض. أيضا هناك أشياء أخرى، مثلا cars السيارات، books الكتب، pens الأقلام، boys الأولاد، girls البنات. إذن دائما عندما أسأل عن أشياء معدودة أو قابلة للعد أستعمل how many. مثلا how many pens are there in your pencil case؟ كم قلما يوجد في مقلمتك؟ ننتقل الآن إلى how much. قلنا how much أيضا معناها كم، وتستعمل دائما في السؤال، للسؤال عن الكمية، ولكن ليس للسؤال عن كمية الأشياء المعدودة، ولكن العكس. نتابع مع بعض الأمثلة لكي نفهم أكثر. How much water is there in the bottle؟ كم كمية الماء الموجودة في القارورة؟ How much milk is there in the glass؟ كم كمية الحليب الموجودة في الكأس؟ How much oil is there in the bottle؟ كم كمية الزيت الموجودة في القارورة؟ إذن نلاحظ مع بعضنا أن الأشياء التي سألنا عليها غير قابلة للعد. مثلا الماء، لا نستطيع أن نحسب قطرات الماء. milk لا نستطيع أن نحسب قطرات الحليب. oil أيضا لا نستطيع أن نحسب قطرات الزيت. إذن السوائل، جميع السوائل هي عبارة عن uncountable nouns، أشياء غير قابلة للعد. أيضا الأشياء التي تكون على شكل مسحوق، مثلا sugar السكر، coffee القهوة، salt الملح، أيضا تكون uncountable غير قابلة للعد. إذن عندما نسأل عن الأشياء uncountable الغير قابلة للعد نستعمل how much، ثم نتبعها بالكلمة التي نريد أن نسأل عن كميتها، ثم نضع is. لماذا نضع is؟
لأن الكلمات الغير قابلة للعد نتعامل معها مثل ما نتعامل مع المفرد، إذا نستعمل is. أوكي، نعطيكم أمثلة أخرى عن الأشياء الغير قابلة للعد. قلنا الأشياء التي تكون على شكل powder يعني مسحوق، مثل salt, coffee and sugar. أيضا الأشياء التي تكون liquid سائلة، مثل water, oil, milk. أيضا عندي cheese الجبن، butter الزبدة. عندما تكون عندي قطعة كبيرة من الزبدة فهي uncountable، قطعة كبيرة من الجبن فهي uncountable، غير قابلة للعد. هنا التلميذ ممكن يطرح السؤال، يقول لي مثلا قارورات الماء، قارورات الماء قابلة للعد. أوكي، مثلا عندما أسأل كم قارورة من الماء موجودة في الثلاجة، هنا أصبحت قابلة للعد. يعني عندما تكون كلمة a bottle of water، a bottle of water، قارورة من الماء، هنا تصبح معدودة. هنا نسأل عليها ب how many، نقول how many bottles of water are there in the fridge، كم قارورة ماء موجودة في الثلاجة. بينما عندما نستعمل فقط كلمة water نقول how much. نفس الشيء مثلا بالنسبة للزيت، عندما أقول how many bottles of oil are there in the basket، كم قارورة من الزيت موجودة في السلة، هنا أصبحت معدودة، نسأل عليها ب how many. بينما عندما أريد السؤال عن كمية الزيت مثلا الموجودة في القارورة، هنا أقول how much oil is there in the bottle. أوكي، نفس الشيء مثلا بالنسبة للحليب، عندما نسأل عن كمية الحليب الموجودة مثلا في القارورة نستعمل how much، how much milk، كم يوجد من الحليب. بينما إذا سألنا عن عدد أكياس الحليب الموجودة في الثلاجة، هنا تصبح معدودة، نقول how many sacks of milk are there in the fridge، كم كيس من الحليب موجود في الثلاجة. نتمنى أن الشرح كان واضح وكان مفهوم. إذا كان عندكم أي استفسار آخر خلوا لي في التعليقات، ما تنسوش أنكم تحطوا لايك للفيديو وتبارتاجيو الفيديو مع زملائكم. Good luck and goodbye.